برحب بيكم مشاهدينا مرة تانية وفقرتنا السبت اليومية عن مونديال كرة اليد اللي بتستضيفه مصر في نسخته 27 واللي بيضم 32 فريق من 32 دولة مختلفة. ودي الحقيقة حادثة جديدة جدا، ويمكن بقاله 17 سنة ما جاش المونديال القارة الإفريقية، لكن الحقيقة شايفين حاجة مختلفة، شايفين حاجة جميلة، شايفين حاجة تشرف. ويمكن في بداية حلقتنا النهاردة كنا جايبين لقطات لبعض الفرق اللي بتشارك في المونديال وهي بتتصور في الأماكن السياحية المختلفة، ونجاحات بتتحقق، والمنتخب المصري كمان الحقيقة بيحقق نجاحات. وشفنا امبارح في هذا الماتش مع مقدونيا، مصر كانت 38 ومقدونيا 19، وكان الحقيقة ماتش في غاية الروعة. للحديث أكثر تفصيلا عن المونديال وما يحدث على أرض الواقع، أتشرف جدا يكون معايا كابتن خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي لكرة اليد السابق. مرحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، سعيدة بوجودك معايا جدا. أهلا وسهلا بيك. والمونديال احنا فرحانين، يعني فرحانين بشكل عام، فرحانين بمصر بصراحة. احنا فرحانين من ساعة لما حصلنا على تنظيم المونديال النسخة 27. صحيح، ده كان من فترة لما كنا احنا في مجلس الإدارة وجات لنا الجنة ايميل من الاتحاد الدولي اللي عايز ينظم البطولة. فاحنا خدنا قرار مجلس ادارة ان احنا عايزين نشارك او نقدم الملف بتاعنا للحصول على خدنا موافقات طبعا من القيادة ان احنا نقدم، لان لازم طبعا الدعم للدولة للبطولة. المنافسة كانت عاملة ازاي بيننا وبين الدول الاخرى اللي كمان كان عايزين نستضيف المونديال؟ لا، هو كان في دول كتيرة كانت مقدمة، ولكن طبعا الملف بتاعنا كان ملف جيد، ودكتور حسن مصطفى برضو يعني ايه ساندنا في الملف المصري. مستوى البطولة شايفها ازاي يا كابتن لغاية دلوقتي؟ ويمكن النهاردة ثالث يوم بعد الافتتاح، لغاية دلوقتي شايف الدنيا عاملة ازاي؟ البطولة مستوى فني بتاعها كويس، وهيظهر اكتر في الدور الثاني، لان بتبتدي الفرق في البطولات تصاعدي، المستوى الفني بتاعها بيبتدي تصاعدي، الفنياتهم بتبتدي تطلع تدريجي ترتفع. فلغايه دلوقتي البطوله طبعا يعني الحمد لله ماشيه كويس قوي، التنظيم فوق الرائع. يمكن هنتكلم على كل الحاجات دي، بس انا فارق معايا المنتخبنا حقيقه جدا، وشايفه اداء رائع لغايه دلوقتي مش عادي، وخصوصا هو مصنف، يعني هو اصلا المنتخب بتاعنا الثالث على العالم 2019، والناشئين اول عالم برضو 2019، والشباب ثالث عالم اسبانيا 2019. فشايف الاداء الفني والكبار ثامن عالم بطولة العالم 2019 اللي هي كانت المانيا ودنمارك اللي كانوا منظمينها. صحيح، عايزك تقول لي اكتر، شايف الاداء لمنتخبنا الوطني لغايه دلوقتي عامل ازاي من كل الجوانب؟ من كل الجوانب، الماتش الاولاني هو ماتش كان مع تشيلي، هي فرقه يعني مستواها متواضع شويه، فكان الفرقه بتلعب بارتياحيه، لا مش بارتياحيه. وفي لعيبه برضو كانت بيريح، مستر روبرتو جارسيا كان بيريح اللعيبه التقال، مش ما يجيلوش من دلوقتي، يعني هو ينزلوا يلعبوا 10 دقايق ربع ساعه وبعدين يريحهم على اساس ان هو ما يجيدهمش. وده كان واضح في الماتش بتاع شيلي، وظهر في ماتش امبارح مع مقدونيا انه ابتدى بقوه الضرب بتاعته، كان فرق في اول 10 دقايق فرق 7-8 تجوان، وبعد كده ابتدى يريح اللعيبه برضه التقال ويلاعب الفرقه كلها، لان هو بعمل مزيج ما بين الشباب لو طالعين تالت عالم والناشئين طالعين اول عالم، واخد منهم لعيبه موجودين معاه دلوقتي حالا في بيلعبوا وبيشركهم في الماتشات. ودي حاجه كويسه قوي ان احنا يبقى عندنا بصفه مستمره اجيال بتستخد متعاقبه وتاخد الخبره من اللعيبه الكبار اللي معاهم. لو اتكلمنا عن المدير الفني روبرتو جارسيا واختياراته للعيبه بتشوفها ازاي لغايه دلوقتي، وكمان يعني الاداء الفني وتقييم الاداء الفني شايفه ازاي؟ انا شايف طبعا ان هو على فكره هو بطل، هو كان معاه فرقة بردار واخد بيها بطولة أوروبا أندية من سنة تقريبا، فهو مدرب كويس قوي، هو أسباني كان بيلعب حتى في منتخب أسبانيا، إمكانياته عالية جدا، هادي قوي، اختياراته أنا شايف إن هي موفقة جدا،
يعني ما فيش اي تعقيب على اختياراته، اختياراته موفقه جدا، ما بيظهرش كل قوته في الملعب، وده كان ظاهر في الماتش الاولاني والثاني. تكتيك اللعب بتاعه مش بيلعب عادي، مش عايز يظهر كل قدراته وبيريح اللعيبه بتاعته. فلسه هنبتدي ان شاء الله نشوف الكلام ده، ممكن ماتش السويد او في الدور الجاي ان شاء الله. لو قلنا على ماتش الامس اكتر ومصر ومقدونيا، كان تقييمك للماتش عامل ازاي واداء اللعيبه؟ الاداء اللعيبه كويس قوي، بدليل ان هو بعد ما فرق كتير ابتدى يلعب اللعيبه كلها، ما خلاش حد ما نزلش الملعب، ودي حاجه كويسه جدا ان اللعيبه بصفه مستمره تكون موجوده في الملعب على اساس احساسه بالملعب. يعني اللعيب لما يقعد ماتش او اتنين بره بيفقد الاحساس شويه، فهو بكل ماتش بيلاعب اللعيبه عشان كله يشترك كله يبقى حافظ الملعب، ما يبعدش عن الملعب. وطبعا برضو لسه شكل الفريق فنياته، طبعا شكل الفريق فنياته عاليه، لكن الخطط بتاعته طريقه لعبه لسه هو شايلها لاحتياجات الماتشات اللي جايه يعني ان شاء الله. فهمت من كلام حضرتك يا كابتن انه فريق السويد مش فريق سهل، فريق تقيل شويه. ايوه. استعدادنا لماتش بكره مع السويد وتوقعاتك ليه؟ ان شاء الله الماتش هيبقى، طبعا هو ماتش مش سهل، بس انا عندي الثقه ان شاء الله ان احنا ان شاء الله هنعدي الماتش ده وهنعديه مرتاحين باذن الله. احنا ممكن الولاد عندنا او الشباب بتوعنا عاليه قوي، الله اكبر يعني. زي ممكن ما بدات كلامي انه انا بفتخر بفريقنا بصراحه بتاع كره اليد، ان كان ناشئين او شباب او الفريق الرئيسي. ايه مواطن القوه عندنا في فريق كره اليد عامه؟ بصراحه انا شايف ان الفرقه كلها يعني المراكز كلها قويه، مفيش الحمد لله مفيش نقطه ضعف في الفرقه. الله اكبر يعني. والمكان فيه واحد واثنين واحتمال ثلاثه موجودين في المكان، وتبقى مش عارفه تلعبي مين. يعني الحمد لله بيعرفوا يلعبوا في كذا مكان مش مكان واحد. واللعيبه الله اكبر يعني فعلا مستوى عالي قوي قوي. اقصد يمكن كمان بسؤال يا كابتن، اسمح لي، انه بعض الفرق بتمتاز بالقوه البدنيه، بعض الفرق بتمتاز بالسرعه، بالاداء الفني، انت شايف قوة بدنية ايه؟ عندنا القوه البدنيه عاليه، والسرعه يمكن من اكتر ميزات موجوده في الفريق. يعني اللعيبه او التيم كله يمتاز بالسرعه والقوه طبعا، بس القوه السرعه اكتر. 38-19 كانت نتيجة المباراة بالأمس، هل كان متوقع هذا الرقم؟ يعني الرقم حسيت انه كبير بصراحة. على فكرة هو كان ممكن يكون أكتر من كده، لكن كان بيريح اللعيبة، مش فارق معاه النتيجة الكبيرة قوي قد ما فارق معاه إن اللعيبة كلها تشترك ويبقى تأكد من ضمن الماتش. فهو بعد ما فرق وفرق برقم كويس في عدد الاهداف ابتدى يلعب الفرقه كلها، فده ادى سكور اقل من كان ممكن يطلع كمان اعلى من كده. حصل حاله احباط لفرقه مقدونيا فعلا، حصل. يعني انت حضرتك لما تتفرجي على اللعيبه، يعني لافاروف ده كان من هدافين بطوله عالم، قاعد بره محبط، شكله محبط. النتيجه جابت لهم احباط. فخلاص مش قادرين بقى، مش قادرين يرجعوا الماتش. ودي من الميزات ان الفريق المصري عملها، اللي هو نزل بقوه اول 10 دقائق عمل فرق، خلاص فرقة مقدونيا مش قادرة ترجع الماتش تاني. هل ممكن نشوف عقود احتراف لكتير من لعيبة الفريق المصري بعد هذه البطولة؟ هو أساسا احنا عندنا في حوالي 5 مش عارف محترفين فعلا، يعني في سند محترف في نيم في فرنسا، أحمد هشام السيد محترف في نيم في فرنسا مع سند، في ممدوح محمد ممدوح هاشم محترف في رومانيا، في يحيى عمر محترف في المجر،
وفي كريم هنداوي الحارس المرمى محترف في تركيا. ممكن نشوف بقى من الجيل الصغير شويه ان شاء الله جديد. ان شاء الله فعلا دي حقيقه. نعم. ان شاء الله الجيل بقى اللي هو ال 98 وال 2000 اللي هم الشباب والناشئين هيبقى في منهم احترافات ان شاء الله الفتره القادمه. لو اتكلمنا شويه كمان وعلي زين في الخليج محترف. في الخليج. لو اتكلمنا شويه كمان عن دعم القياده السياسيه للمونديال والبطوله دي، وشفنا ويمكن قبل الهوا كنت بتكلم مع حضرتك وقلت لي انه في دعم مش عادي وعايز اعرف تفاصيل عنه، وكل أجهزة الحكومة وكل الوزارات مشتركة في ده، قول لنا أكتر. يعني طبعاً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أقام البطولة تحت رعايته. ودكتور مصطفى مدبولي يعني سهل، يعني كان بيزيل أي عقبات قدام الدكتور أشرف صبحي وإدارة البطولة. إشراف كامل على الملاعب، على الأوتيلات، على يعني ما سابوش حاجه غير مكانه بيدققوا فيها ويسالوا عليها. والدعم احنا انشانا ثلاث صالات جداد وتجديد صاله كبرى بتاعت الاستاد بالكامل. فثلاث استادات ده مش حاجه سهله يعني. اللي هم بيقام عليهم البطوله، الصاله بتاعت 6 اكتوبر دي صاله الدكتور حسن مصطفى، صاله بتاعت المركز الاولمبي في القريه الاولمبيه في العاصمه الاداريه، الصالة بتاعت استاد برج العرب، والصالة الرئيسية بتاعت الاستاد القاهرة طبعا. فطبعا فيها مجهود غير عادي اتعمل ان هما كمان يخلصوا وعلى اعلى تقنية. الحقيقة يعني فكرة اقامة بطولة بهذا الحجم مونديال كرة اليد في هذا الوقت في اثناء جائحة كورونا وبهذا العدد 32 دولة، يعني هي الحقيقة يعني مجازفة شديدة لكن احنا قدها ان شاء الله. فقولي عايز اعرف ازاي كانت الاستعدادات كمان علشان حماية الفرق، الحفاظ عليهم، فكرة الكبسولة اللي احنا عايزين برضو نعرف عنك اكتر من حضرتك اكتر عنها. مبدئيا كانت اقامة البطولة في اي اعتقد في اي دولة تانية ما كانت هتبقى فيها صعوبة، خاصة في دول كتيرة كانت بتقفل الحدود بتاعتها. احنا الحمد لله الظروف عندنا احسن، في تخطيط كان عالي جدا. فكرة الكبسولة ان تعقم الاوتيلات، تعقم الملاعب، بصالات التدريب، الباصات، كل حاجة تعقم بعدد مرات كل يوم، بحيث ان ما يبقاش في حد من بره الفرق او الادارة او ادارة البطولة بيخش ويطلع، مقفول عليهم، بحيث ان شاء الله ما فيش اي حد يصاب باي حاجه. وطبعا دي اول نسخه ان هي تبقى 32 فرقه طبعا. فطبعا يعني في الظروف الصعبه دي كلها لا يعني ده نجاح الحمد لله هايل. يعني احنا في 17 وزاره تقريبا مشتركه في في في, في المساهمه والاعداد للبطوله. دي حاجة الحقيقة يعني حاجة جميلة جدا. فكرة الدعم السياسي وفكرة مشاركة كل الوزارات في هذا الأمر لإنجاح هذه البطولة عشان تطلع بصورة تليق بمصر. شفنا الحقيقة يمكن لقطات في بداية حلقتنا النهاردة عن بعض الفرق اللي يعني يبدو عليها أنها مبسوطة الحقيقة، يعني شفنا لقطات عند الأهرامات، شفنا لقطات على الـ 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 على البحر. قول لنا أكتر كمان على العامل النفسي ورفع الروح المعنوية للعيبة والفرق، وكمان تأثير ده يمكن هيكون ليه مردود كمان اقتصادي على البلد بشكل غير عادي، هذه اللقطات وهذه الروح المعنوية المرفوعة. هي بداية من أن مصر استضافت البطولة، ده يعني ده رواج على مستوى العالم. الشكل الحضاري اللي ظهر بيها البطولة ومصر ظهر بيها ده رواج. الفرق اللي كانت بتصور عند الأهرام، وعلى فكرة الباصات بتاعتهم دي معقمة. أماكن ما راحوا ما فيش حد اختلط بيهم عشان ان برضو الكبسوله تفضل مغلقه. اي نعم راحوا بس في اماكن مفتوحه ما فيش مكان مقفول. واللي راحوا اتصوروا على البحر برضو نفس القصه، ما فيش حد اختلط بيهم، المكان مفتوح، يعني ما هماش عرضه الحمد لله لاي حاجه. فيعني هيؤثر في السياحه بشكل ايجابي طبعا الصور اللي خدوها طبعا. وفي مجموعه قاعده تحت سفح الهرم بيصوروا تصور ويشيروا ويبعتوا، يعني ده حاجه انا فرحان ان ان انهم مبهورين. لا مش مبسوطين، مبهورين.
يعني عايز اعرف منك يا كابتن اكتر الفرقه الاكثر خطوره اللي احنا ممكن نقلق منها ايه؟ وفي فرق يعني تقيله يعني لما نيجي نتكلم على فرقه الدنمارك بطل عالم، المانيا بطل عالم، فرنسا بطل عالم، كرواتيا كان بطل عالم، ما ممكن برضو المستوى هيتحسن في الفترة الجاية. لا في فرق تقيلة، أيسلندا لا يعني النرويج مرشحة يعني المرشحين كتير، يعني 6-7 فرق أو 8 فرق وهم دول أقوى فرق على مستوى العالم. بس فكرة إن احنا بنلعب على أرضنا، هل ده ممكن يكون بيفرق في معنويات اللعيبة أكتر وبيشجعهم أكتر؟ بيحس إن هو إن احنا حواليه، احنا كمصريين حواليه. اي نعم مفيش جمهور بالزبط. بس يكفي ان هو بيلعب على الملاعب بتاعته. بيخرج من الملعب عارف ان اللي بره دول في مصر مش بره. فطبعا الجمهور كان هيفرق طبعا، ولكن الظروف الحاليه مش هتسمح بان يبقى في جمهور، ولكن انا اعتقد ان في اريحيه للعيبه ان هم بيلعبوا في مصر. لو تكلمنا على دعم دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد للفريق وكمان للفوز بهذا المونديال علشان نكون احنا اللي بنحظى بيه على اراضينا. طبعا احنا كان طبعا في المجلس السابق احنا جالنا الايميل للبطولة وقدمنا، بس الدكتور حسن مصطفى ساند الملف المصري ان نفوز بتنظيم البطوله يعني. وكان من المشاركين في متابعه تنفيذ الاجراءات الصالات والاوتيلات والوضع العام يعني للبطوله. وستيل لغايه دلوقتي طبعا مشارك يعني في كل حاجه يعني، فشكر خاص لي يعني. صحيح، بنوجه له كل فعلا الشكر على هذا المجهود المبذول علشان نحظى بهذه البطوله والدعم طبعا المستمر. يعني احنا عايزين نعرف خطوة استباقية، يعني دلوقتي مصر طبعا بعد فوزها بالنتيجة بالأمس على مقدونيا 38 لصالحها مقابل 19 كده بقت ضمن المباريات الجولة الثانية المجموعة السابعة بشكل رسمي تأهلت للدور الرئيسي. فقول لنا يعني ان شاء الله بعد فوزنا على السويد بكرة ان شاء الله بإذن الله بعد فوزنا على السويد احنا هنطلع بالنقط بتاعتنا. بمعنى ان الخسران نقطه بتطلع بره زي شيلي، مش هتحسب لنا نقطه عشان خلاص تطلع بره، هيبقى ان شاء الله معانا نقط مقدونيا وان شاء الله باذن الله نقط السويد. نطلع بقى الدور الثاني، مش هنلعبهم بقى، هنلعب المجموعه الثامنه. الفرقه اللي جايه هي بكل فرقه برده جايب معاها نقطها، بعد ما خلص ماتشاتنا يبتدوا يعملوا ترتيب بقى من 1 ل 6 وياخدوا المجموعه الاولانيه اللي هي تبتدي بقى تخش على دور 16 وتبتدي تكمل البطوله. بحسب رؤيتك للمشهد يعني ممكن متوقع مصر بعد فوزها على السويد تلاعب مين؟ انا متوقع مصر ان شاء الله باذن الله في دور الاربعه. يعني ما حدش يقدر يقول انا هكسب او لا او هبقى فين، بيبقى توفيق من عند ربنا، بس طبعا ده مجهود ويعني واصرار لاعبين في الملعب، فان شاء الله احنا نبقى موجودين باذن الله في دور الاربعه. البوله بقى في دور الاربعه تمشي ازاي، هنقابل مين يقابلنا، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. حضرتك قلت متوقع فريق مصري في دور الاربعه، متوقع طب النهائي؟ اتمنى ان شاء الله نكون موجودين في النهائي. ومستوى الفرقه بتاعتنا ومستوى الشباب والرجال فيها عالي جدا، يعني مش بعيد ان احنا ان شاء الله نكون باذن الله في الدور النهائي. يعني فعلا بنتمنى كل الخير لفريقنا المصري. وعلى فكره ده فعلا دي حقيقه، يعني اللي احنا بنتكلم بعد اذن حضرتك، يعني اللي احنا بنتكلمه ده حقيقه، ان فعلا الشباب بتوعنا وفريق منتخب مصر قدها ان شاء الله. صحيح، فريقنا رجاله واحنا كلنا كمصريين بندعمه ودايما وراه وبنشجع مصر. شكرا جدا، نورتني كابتن خالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي لكره اليد السابق، شكرا لوجودك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. اشكرك. أهلا وسهلا.